ابراهيم صالح نائب رئيس اللجنه العامه لحزب جوده الفيوم. مؤتمر النهارده هو اعداد الكادر السياسي على مستوى الحزب، والنهارده دي المرحله الثالثه محافظه الفيوم. الحمد لله الفيوم هنا عندنا مجموعه شباب وكوادر شبابيه كويسه، واعتقد ان المعسكر الواحد اللي هيتم النهارده داخل محافظه الفيوم وقاعه المؤتمرات بكابتن خليل هيكون سليم كويس، سليم جيد لاعداد الشباب واعداد القيادات الشبابيه من اجل الاستحقاقات الانتخابيه القادمه، سواء محليات برلمان مجلس شيوخ وده من ضمن القدرات اللي بنقوم بيها الوفد، سواء الوفد مع الشباب، الوفد مع المرحله، الوفد مع الناس، وده احنا كل المباريات دي تم تطبيقها داخل محافظه الفيوم. المهندس عمرو عشان الشيبي نائب رئيس لجنه شباب حزب الوفد والفيوم. احنا الحمد لله الفتره اللي فاتت قدرنا نعمل دورات تثقيفيه لشباب الوفد عام خاصه وشباب الفيوم عامه، ان احنا عشان ده كله استعدادا لانتخابات المحليات وانتخابات مجلس الشعب والشورى، ويعني بالتعاون مع وتحت قياده الاستاذ عبد العظيم الباسل قدرنا ان احنا نناقش حاجات وان احنا ننزل الشارع كشباب الوفد، وان احنا قدرنا بفضل الله ان احنا نحل مشكلات كثيره في الشارع الفيومي. والحمد لله النهارده استفدنا من الندوه ان احنا استفدنا بقدر كفايه ان احنا نأهل نفسنا ننزل الشارع الفيومي عشان استعدادا للمحليات ان شاء الله ومجالس الشعب والشغل ان شاء الله. رشا عادل حسين عضو لجنه المراه بحزب الوفد. الهدف النهارده من الندوه ومبادره الشباب مع الوفد هو التوعيه السياسيه للشباب للقدره على المنافسه الانتخابيه سواء مجلس النواب او مجلس الشورى او المحليات، ولكن المنافسه بتبقى على قدر من التوعيه، تقديم توعيه اجتماعيه وسياسيه واقتصاديه. احمد رمضان سيد نائب رئيس لجنه الشباب الوفد. الحقيقه النهارده ذكرنا النهارده عن صناعه الكوادر السياسيه فيما يتعلق بالذكاء الاجتماعي، وده جاي من سلسله تدريبات شباب الوفد بيخصموها من باب تاهيل الكوادر السياسيه. احنا مؤمنين ان مفيش يكون في تاهيل تمكين من غير تاهيل، فالتاهيل ده لازم يكون ان احنا نشتغل على الشباب ان هو يكون مؤهل للعمل الخدمي، وان هو يكون مؤهل ان هو يخدم الناس، وان هو يكون مؤهل ان هو يكون موجود في الشارع. في الحقيقه اللقاء النهارده كان مثمر جدا، والحقيقه استفدنا جدا من الضيوف اللي كانوا موجودين، ومحتاجين ان احنا نكتر اكتر من التدريبات دي اكتر الفتره الجايه. عبد الرحمن الدسوقي عضو لجنه شباب الوفد. اولا احب اشكر سياده المستشار بهاء ابو شقه على تواصل واهتمامه للشباب ده اولا. ثانيا احب برضو اشكر اللجنه العامه لمحافظه الفيوم والاستاذ عبد العظيم الباسل. احنا طبعا عندنا هنا في الفيوم من خلال مبادرات الشباب احنا عندنا نزول ميداني وعندنا تفاعل وتواصل مع الشارع دايما، وبناخد المشاكل من الشارع وبننقلها للجنه العامه، واللجنه العامه بتوصلها للمسؤولين، واحنا باستمرار بننزل الشارع وباستمرار بنتواصل مع الناس في الشارع وبفضل ربنا والحمد لله. عهد محمد عضو لجنه شباب مركز الشباب، جايين النهارده نتكلم عن مبادره الوفد مع الشباب. الوفد بيعمل مبادرات كتيره لتاهيل الشباب وتمكينهم سياسيا، وكمان عشان يقدروا يكونوا في المحليات ليهم دور فعال وناتج. كمان بلس لده ان بيبقى في مبادرات تانية، تفعيل الكادر الاجتماعي ورياده الاعمال. الاخبار بحب نشكر الوفد على المبادرات، اتمنى يكون في مبادرات زياده تقدر تضيف. اميني ماهر عضو لجنه شباب مركز تمويه. النهارده زي ما احنا شايفين بنرحب بيكم في مركز محافظه الفيوم. عندنا مبادره الوفد مع الشباب، زي ما هو طبيعي بيقف مع الشباب بيأهلهم ازاي يبقوا كادر سياسي مع توجهات الدوله واللي احنا بنتمناه. نتمنى ان احنا نقدر الوفد يكتر تدريباته للتأهيل سواء كادر سياسي او كادر يوعي الشباب في المجتمع. مساء الخير، معاكم ايه اياتي عضو لجنه الشباب مركز يوسف الصديق. النهارده في مؤتمر الوفد مع الشباب، لجنه الشباب بتهدف ان هي تبني كوادر تؤهلهم للمحليات. كمان حزب الوفد وخصوصا لجنه الشباب بتوفر تدريبات مختلفه للشباب سواء بقى تنميه ذاتيه او تنميه بشريه وما الى ذلك، بحيث ان الشاب يطلع يدخل اي محليات او اي مفاعلات جايه مستقبلا يكون شخص متميز قادر على ان هو يؤدي دور. محمود محمد عطل امين لجنه الشباب الثانويه. النهارده جايين نشارك في مبادره الوفد مع الشباب برعايه المستشار بهاء ابو شقه. النهارده الوفد بدا يشتغل على النقطه ديت، اللي هو يكون موجود مع الشباب بدافعهم، وهو دايما موجود في ظهر الشباب وفي ظهر المرأة
لان هو عندي يقين ان الشباب هو المحرك الاساسي اصلا، المحرك الاساسي وموجود مع الشباب في كل وقت. الوقت دايما موجود في ظهرنا، بنشكره دايما على المبادرات اللي هو بيقدمها لينا، موجودين دايما معاه في الحس دايما مفكرين كلنا في التشكيل. مهندس رؤوف الحديري، لجنة شباب البندر تاني الفيوم. طبعا احنا النهارده في مبادرة شباب الوفد، المبادرة طبعا تحت رعاية رئيس الحزب الأستاذ فايد دينا بشوقة. طبعا هي مبادرة جديدة من نوعها بالنسبة للأحزاب السياسية في مصر، هدفها توعية الشباب بالنسبة لدورهم في المحليات وبالنسبة لدورهم في التعامل مع انتخابات مجلس النواب ومجلس الشورى الجاية إن شاء الله. شايفين بإذن الله إنه يعني نطمح إن الموضوع يبقى أقوى من كده للفترة الجاية، بحيث إن إحنا عايزين طبعا تحت مبادرة السيد رئيس الجمهورية في تفعيل دور الشباب في المجتمع السياسي اللي هو كان في الفترات السابقة أقل من كده بكتير، إن شاء الله بالتوفيق في اللي جاي بإذن الله. يعني محمد أحمد، لجنة شباب الوفد في الفيوم. بصراحة اليوم جميل النهارده، يوم حاجة روعة بصراحة. ما كانش قبل كده عندنا استعداد إن إحنا نستعد للمحليات أو عندنا قبول نستعد للمحليات. تدريب النهارده علمنا إزاي نستعد للمحليات، إزاي نقود المحليات. المشروع دي انا مشروع مبادره الوفد مع الشباب حاجه جميله بصراحه. فخور بوجودي في الوفد وفخور بوجودي في لجنه الشباب وحاجه جميله جدا. احمد حرب مع مركز الفيوم، مجلس الشباب حزب الوفد. تمام، النهارده يوم ممتاز بصراحه بالنسبه للدوره، ونتمنى المزيد من هذه الدورات. تمام، نشكر رئيس الحزب انه مهتم بالشباب وبيلم الشباب. تمام، ونتمنى كمان يكون في دورات تانية وخاصة بالمحليات وغيره وغيره ومجلس النواب ومجلس شورى. تمام، ونتمنى المزيد إن شاء الله. إن دي حاجة بجد بجد، إن دي حاجة كويسة، إن الشباب يبقى فيه تجمع الشباب حاجة كويسة. نعرف يعني إيه محليات، يعني نعرف يعني إيه شورى، نعرف يعني إيه وفد، نعرف يعني يعني بمعنى أصح هو الوفد مع الشباب، هو ده اللي نتمنى على أرض الواقع. أنا محمد عبد الجهيد، لجنة شباب الوفد في الفيوم. المؤتمر النهارده كان يوم رائع وممتاز. حابب بس اشكر الاول الاستاذ محمد فؤاد والاستاذ طارق وهامي والدكتور هاني صبري. والنهارده اليوم قعد داخلي يعني حيويه ونشاط كنت مفتقدهم، وده بدا بالورد بقياده المستشار بتاعه انه حريص دايما ان هو يولي المراه والشباب باهتمام على الصعيد السياسي، يعني نكون جاهزين للاستحقاقات القادمه. واحنا هنا في الفيوم برضه شغالين في مسار موازي اللي هو مسار اللجنه النوعيه للشباب. بدأنا بدورات تمكين سياسي وتثقيف للشباب عشان نبقى جاهزين لأي استحقاق قادم، ونبدأ ندخل الشباب دي ونجيبهم داخل التركيبة الداخلية للحزب.